حسين درويش صوت لبنان اللقاء. شدد الشيخ احمد طبلان في خطبته الجمعه على رفض الفساد واشكال بحيث تكون حاجزا ضد الطمع. يجب علينا اولا حمايه اصل مشروع الدوله ومبدا العيش المشترك والسلم الاهلي وتحويل المطالب الاجتماعيه والحراك المطلوب الى اداه اصلاحيه قويه على قاعده الشراكه الوطنيه التي تضمن اقرار قوانين ومحاكم كفيلة بمنع الفساد ومحاسبة الفاسد واسترداد المال العام وتأكيد مبدأ من أين لك هذا. هذا يفترض حماية الحراك من الابتزاز السياسي والاستغلال الحزبي ولعبة الأوكار والغرف السوداء والضغط الخارجي ولعبة الأمم الملونة، وخاصة أن كثيرا من الأمور قد اتضح. لذلك لا يجوز تضييع الحراك وتغييب جوهر قضيته. بهذا نأتي إلى ختام عرض الأخبار من صوت لبنان. أخبار التلفزيون على الإذاعة يوميا على صوت لبنان. 8:15 نشرة أخبار الام تي في، ومن بعدها أسعد الله مساءه مطالع نشرات أخبار كل القنوات التلفزيونية المحلية بأصوات مذيعاتها ومذيعينا. صوت لبنان بتوصل لك الصورة بالصوت. أوتو توك، عيادة إذاعية لسيارتكم. المعاينة بواتساب أو اتصال للمهندسين عزم عماد ونديم أبي يونس كل سبت 3 بعد الظهر على صوت لبنان. حديثك بمحله، طاولة حوار في موضوعات شتى مع وجوه عامة يديرها شادي معلوف كل سبت 10:30 صباحا عبر صوت لبنان. تابعوا برامج صوت لبنان على الموقع الإلكتروني vdl.com. السلام عليكم. ألو زبيدة. أهلا زبيدة، لباس الحمد لله، وانتي يا؟ وانتي مع الصحة؟ الحمد لله نعمة نعمة، مبارك عليكم إن شاء الله. أنا راكي تكلمي فينا زبيدة؟ زبيدة تاع الغاية. الغاية، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، مرحبا بك. عندك الإجابات يا زبيدة؟ عندي تعليق على سؤال أهل البيت. هذا مثلا روحي تفضلي. تخير كنا فيكم بابا مخلطاني، والسلام عليكم يا أهل البيت. نعم نعم، هذه يعطيك الصحة، بارك الله فيك. لا إله إلا الله وحده، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي. الصوت رديء جدا أختي زبيدة. كان اسمع فيك ولكن معليش. تفضلي. وقلت لك أقول لك على وليدي. وش بيه وليدك؟ كما قلت الشيخ مشلال ادعي لي. ها اصبح لكم عبادة الحمد لله. الحمد لله يا ربي، الحمد لله ولك الحمد يا الله. الله بس معيك لك قبيلة. هذا قاعد ما فرحتيناش وما قلتيناش الحمد لله. وشكر الشيخ مشلال بالغير والسلام، يقول له يقول لك سيد بداية فيك الصحة. الله يعطيك الصحة انت يا وليدك ان شاء الله ربي. ان شاء الله يا اختي حافظوا على اولادكم. زبيدة يا زبيدة ان شاء الله ان شاء الله يا زبيدة. هذه حاجة كبيرة، هذه حاجة كبيرة اختي. خليني نهضر معك اختي، سمعيني. عبك الحمد لله، هذا يوم سعيد. نصدق وندعي ونستنى في الدعاء اللي دعاه وليد الشيخ مسلم، قولي له بارك الله فيك وان شاء الله. للأسف الشديد انقطعت المكالمة، ويوم سعيد هو يوم الجمعة ونسمع فيه هذا الخبر الرائع والخبر الجميل. وليد خوتنا زبيدة الحمد لله تصالح معه الباباه ورجع للدار، هذه نعمة كبيرة كبيرة كبيرة. ولكن حافظوا على أبنائكم، حافظوا عليهم، تقبلوهم كما راهم بكل كما كانوا
كيما كانوا تقبل ولادكم نتوما اللي جبتوهم للدنيا وتحملوا مسؤوليتهم وخلوهم معاكم، عاونوهم باش يديروا حياتهم، لا قدرتوا تعاونوهم عاونوهم ماديا، ما قدرتوش عاونوهم بالدعاء، عاونوهم بالاستقرار بالاتزان، عطوهم النصائح، عطوهم التجربه تاعكم في الحياه، ما تخلوهمش وحدهم يا خاوتي، ما تخلوهمش وحدهم، ما تخلوهمش، ما تخرجوهمش للشارع، ما ترموهمش في احضان الناس، ما تحملوش مسؤوليه الناس على اولادكم. صح ممكن نشاوروا، ممكن نستشير بعض الناس، ولكن لا نكلفهم بتربيه ابنائنا، حنا اللي نربوهم، حنا اللي نقفوا على تربيه اولادنا. وما تعياوش، كي تعياو قولوا لي ربي قبلنا وشنو اللي